المرحوم نجيب الخطاب الأب الشرعي لعماد الطرابلسي، هكا عنوان الخبر اللي قاعد يخرج ويدور خاصة في على الإنترنت في الفيسبوك تحديدا وبين الناس، وفما حتى صحفيين انهمكوا في البحث في تفاصيل هذا الخبر، مش يعطيو كل التفاصيل ويعطيو خاصة الحقيقة للناس. الإذاعة الوطنية أكيد مشت مباشرة المصدر المعلومة الصحيحة. حبينا تكون معنا اليوم أمال الخطاب، زوجة المرحوم نجيب الخطاب. أمال مرحبا بك أختي. وبيك يا نبيلة. أهلا وسهلا بك. أكيد نحن طول أول ما سمعنا الأخبار طلبناك، وأنت أقرب إنسانة للمرحوم نجيب، زميلنا وأخونا الله يرحمه وينعمه. والأخبار هذايا كان عنده أثر حتى على أحلام بنته، وحبينا من عندك أنت ناخذ التكذيب لما ورد في الفيسبوك وفي مختلف والله الاخبار ما يستحقش تكذيب، معناه ما يستحقش تكذيب، امور واضحه. فما البعض هكايا استغلوا الفرصه هذه باش يزيدوا يظلموا نجيب الخطاب مره اخرى. نجيب الخطاب تظلم برشا مرات وهو حي، وقت اللي مات وتوا اونكور اون فوا احنا فرحنا بالتغيير هذا اللي عملوه الشباب والشياب والعباد الكل، وفي بالنا اللي معناها توا باش ترفع الظلمات وباش تطلق الحريات ويظهر الحق حق والباطل باطل. إذا نلقى نجيب خطاب مازال محطوط في الباطل، مازال حقه مهضوم. نتسائل شكون اللي حط وشكون اللي قال وشكون اللي سمى وشكون زاد خرج الحكايه هذي. انا نتسائل برشا قالوا لي بالحق والله يا سي نورمال على خاطر نجيب خطاب كان ظروف موته غريبة. لا ما كانتش غامضة وما كانتش غريبة، موت نجيب خطاب جلطة في القلب اللي نجم تصير لأي إنسان. إنسان عنده ضغوطات في الخدمة، خدم جرى تعب، سبحان الله هذاك الشيء كتب له ربي باش يموت. الغموض جاء من بعد 3 أيام من مات نجيب، اللي هذيك هي سياسة شنو صار بعد 3 أيام من موت النظام اللي كان قبل، انه حد ما يبرز بخلاف الرئيس المخلوع كما يقولوا. فهمت؟ هذيك هي كانت سياستهم، استعملوها وقت اللي توفى المرحوم صالح شغام وعملوا ضغوطات على نجيب الله يرحمه وما تقولش ويزن عاش تحكي، ونجيب تحداهم وحكاوا في كل ذكرى يحيي ذكرى نتاع صالح وغيرهم معناها من الوجوه المعروفه. هذيك كانت سياستهم. نعم. ما فهمتش علاش توا نحاولوا باش نلقاو حاجات اللي هي مخ ما يقبلهاش جمله على الاغلى. فهمت؟ باش نحيروا انسان كخدم هالبلاد هذيا واللي هو ولد الشعب وباعتراف الناس الكل اللي هو طول عمره ولد الشعب، عاش في حومه شعبيه، دافع على القليل، عمل برامج باش يفرهد بها الناس باش يلم بها شمل العائله اللي كانت قبل ما يتلموش، وصل هو وحده لمهم قدام التلفزه ولاو يحكيوا مع بعضهم. وهذه الساعه الناس اللي حبوه واللي حبهم يشهدوا له بهدايا. فهمت؟ انا فما البعض وانا متاكده اللي هما ما يعرفوش اللي خرجوا الخبر، ما حضروش على نجيب الخطاب، ما يعرفوش اش قدم للبلاد هذيا، اش قدم للفن. تكلموا سيتو، تكلموا ما شنعش هي اسباب اللي خلاتهم يقولوا كلام هذايا. نعم، نحن كي سالنا حاولنا نشوفوا على شكون خرج الخبر وكيفاش وعلاش. يقول لك اللي خاطر موته كان كما قلت انت بطريقه غريبه، فالعباد تصورت ربما تكون للعائله الهاربه علاقه بموت المرحوم نجيب الخطاب. حتى علاقه، الحاجه الوحيده انهم هما تقلقوا كي صارت فينا نتاعو والعباد هكاك، معناها الناس كلها جراو وحس ولدهم، خاطر يدخل الكل دار في الثالثة، كل عائلة تبنات وحسبت ولدها، الناس كلها خرجت في الفينة نتاعو، هما صدموا بها، صدموا ما كانوش يتصوروا أنه فما إنسان يحبوا الشعب قد هكاك. فقالوا ما عادش نحكيو عليه. يزيونا هذايا ما عادش نحبوا نسمعوا حكاية كلامه جملة. وفما ناس اللي موجودين في الإذاعة والثالثة زادوا دعموا هل الكلام هذايا
يحاولوا باش اي ضيف يجي من برا مغني ولا حاجه يقولوا له ما تحكيش على نجيب الخطاب، انا عاودوا هولي مغنيين اللي جاوا من برا يقولوا لهم ما تحكيوش على نجيب الخطاب راهو ممنوع سياسيا. شبيه شنو اللي عمل نجيب الخطاب؟ ما عمل حتى شيء، خدم البلاد هذيا كيما اي مواطن تونسي وحبها وحب شعبها وعاون الفلاح وعاون اللي نجم يعملوا عملوا الحدود اللي نجم يعملها احلام كتبت وعمل حاجات اكثر من الناس اللي كانت في يده ينجموا يتكلموا ويقولوا، هو عمل اكثر منهم. الله يرحمه. احلام كتبت ارتيكل، كتبت مقال خرجته على الفيسبوك، هي زاده تجاوب في الناس هذوما. نعطيو عنوان المقال امال ونقولوا خليوا الراجل هدايا مرتاح. انا سمعتي لك احلام هي بحذايا تحكي معاك. عسلامة أحلام، شنو أحوالك؟ الحمد لله لاباس. قالت لي أمك في تليفون ونحن نسقوا في اللقاء قبيلة اللي أنت تأثرت من الأول ومن بعد كتبت مقال كامل تقول فيه خليوا بابا يرقد بسلام ويزيو من إشاعات من نوع هذايا. لخص لي شوية شنو كتبت بالضبط؟ والله أنا حاولت في الكلام اللي كتبته حاولت نكون قد ما نجم بربيا، خاطر حتى لو كان أنا تساعدت ياسر معناتها حاجة وجعتني في قلبي أني ريت عباد معناتها ايزون بروفيتي من السيتياسيون تاع انه بابا نسيتي سامحني نسيتي في الفرنسي مي سيرش مي سيرش مي سيرش ما نلقاهاش مي نجيب الخطاب وهو كما قلت لكم ماما معناتها خدم البلاد وكل شيء. مي انا نظرتي بالنسبه للموضوع هذيا واللي صار مش كان كانه معناتها شخص خدم البلاد وكشخصيه معروفه، لازم كاب تخيلوا اي واحد نتوما العباد اللي تسمعوا فيا تخيلوا ابكم تسمعوا عليه حكايه هكا تطلع حتى وكان ماهوش شخصيه مهما باش يكون ما يجيش مش معقول منه مش معقول. كلام مش صحيح طلعوها العباد وتستغلوا الموقف لانه انسان ميت ما ينجمش يجاوبكم ما ينجمش يهز السير ويكتب. خاطر نجيب الخطاب كان يتكلم ما يسكتش. كتبت انت في بلاستو؟ كتبت انت في بلاستو؟ حاولت كتبت في بلاستو على خاطر ما نجمش نسكت، واحد يقول لك باش تقتل الاشاعه تسكت وما تجاوبش. اما هذيا ياسر ياسر مشات لحد ما يصوروش البيت، تعرف وقت اللي قريتها قريت التصويره ما نجمتش حتى نكمل نقرا شنو هو مكتوب. شوكيت مخي وقف، قلت كيفاش عباد يوصلوا يكتبوا هكا؟ عباد اللي عملوا ثوره، عباد اللي يقولوا برواحهم يعرفوا اش هي الحريه، من الحريه عندها حدود راهو ما يلزمش ندخلوا في حريه الاخر في ما نقتحموش اللي الزيت نتاع الاخر. شنو عنوان المقال اللي كتبته احلام؟ والله انا عملت مساج كامله معناتها على الفيسبوك سميتها كونتر لا رومور كي سيركول ا بروبو دو نجيب الخطاب الله يرحمه. تلقاوها اي واحد يحب يقرا المقال تشجعونا تقدموا لنا السوتيان تاعكم. والله واحد يشوف اللي نجيب الخطاب ما تنساش اللي عباد تحبوا بصداقة واللي مناش نخليوها العباد يقالوا الكلام هذيا يصب معناها يوصلوا انهم يقنعوا عباد تحب نجيب الخطاب بحكايه ماهيش موجوده ونعاودوها الحكايه هذيا مش بالحق واي اشاعه تسمعها على نجيب الخطاب ما تصدقوهاش. نحن نسمو اي حاجه نطلبوكم انتم. يعطيك الصحه انت وامال، شكرا لكم. احلام الخطاب وامال الخطاب كانوا معنا. مش صحيحه الحكايه اللي طلعت اللي نجيب الخطاب هو الاب الشرعي، نجيب الخطاب الله يرحمه الاب الشرعي لعماد الطرابلسي. على كل هي الحكايه تبقى مربوطه بتحليل لدي انا. تعرفوا شكون اب عماد الطرابلسي؟ رغم هذا ما يهمش الناس برشا اليوم، الناس تخمم في تونس اليوم وتونس غدوه. وكل ارتحنا من اللي فات وارتحنا منهم.